السلام عليكم. مساكم الله بالخير. زيارة اللاعب من بيتنا الغالي خالد الهداء. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. طمني عليك. ايش قال الدكتور؟ كان ذلك كشف الكشف. شفتيه في المنزل. الحمد لله شهر ان شاء الله. الله يشفيك ويحفظك ويخليك لوالديك. لولا غلاك ما تعنينا. لا انت ولا والديك. الله يخليهم ويحفظهم. قدامها العافيه ابو خالد ما يشوف شر. انه ابطال الاولى الله يعطيهم العافيه مدربين ولاعبين. حق واجب. واقل شيء نقدمه لك يا خالد من اللاعبين المميزين خلقا وادبا. تستاهل العنوه والله لو انك جبال طويق نجي. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. تفضل تفضل. هذه هديه من الله كان. سلامتك يدعون فيها المحبين كل يعبر عن غلاه وشعوره سلامتك وبصوت كل الملايين يغلى بشرب القلب يسعد حضوره سلامتك يدعون يا زعيمة من منصور ومن علي العافيه على الشارع ما قصر وعنوتنا لك لانك تستاهل وان شاء الله باسرع وقت تكون بالعافيه وتخرج وترجع لنا طيب معافى من ان شاء الله نبغى التحيه قويه على الحلقه لا قدام من النص لا أنا بقى أقوى تحية أقوى يلا يا فيس بس أهم شيء علي ليش تسوي حالك علي ليش تسوي حالك ايش كذا علي بحالك ليه بحالك فيه ليه قصدي ليش شاهد شاهد بحالك قاعد الناس ادب واحترام خلوه سلامتك